بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدي قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري، أهلا ومرحبا بكم في رحاب برنامجكم مفاتيح. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. قلوب وجلة ونفوس قلقة لكل ولي أو طالب أقبل اليوم على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا الذي يقال عنه بأنه امتحان مصيري. يأملون النجاح والحصول على أعلى الدرجات، ونحن نتقاسم معكم الأجواء هاته الأمسية في موضوعنا البكالوريا بوابة نجاح. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. أرحب باسمكم جميعا مشاهدي الأكارم بالإمام والأستاذ محمد زغداني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لك للمشاهد الأكارم لفضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا في هذا اليوم ويوم البكالوريا، ونسأل الله عز وجل أن يسدد خطهم وليس رميهم. أمين يا رب العالمين، فاللهم وفقهم وسدد خطاهم يا رب العالمين. كما يحضر معنا الأستاذ رشيد بقاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة لك ولشيخنا الفاضل وللمشاهدين والمشاهدات في كل مكان، نرحب بهم. شكرا لكم على تلبية الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كتأصيل لموضوعنا، ما هي مختلف المبادئ والقيم التي يجب أن نزرعها في نفوس أبنائنا؟ قبل التحدث عن التلقين أقول العلمي والمعرفي وعن البكالوريا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حقيقة في هذا الخضم الذي نرى فيه أنه مكانة العلم كمبدأ من المبادئ التي أقرها الدين، أول آية نزلت من كتاب الله عز وجل اقرأ، وأمة اقرأ مطالبة بأن تقرأ ليست مجرد القراءة والكتابة التي تمحى بها الأمية كما يقال، إنما القراءة والكتابة التي تسود بها الدنيا. ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى يسأل سؤالا يستنكر فيه على الناس كيف يساوون بين من هو عالم وبين من هو جاهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا سؤال ليس المقصود منه هو الحصول على إجابة، إنما هو يستنكر الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين يساوون بين من أتاه الله عز وجل علما ومن كان في ظلمات الجهل. وما افتتحت به الحديث وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فيه دلالة عظيمة على أن هذا العلم هو الذي يري الإنسان حقيقة الحياة وحقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى كيف تكون. وحينما نتحدث عن العلم نحن لا نقصد العلم الشرعي فحسب، إنما هو كل علم يتحقق به استخلاف الإنسان لله عز وجل في الأرض. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الاستخلاف لا يأتي بالجهل، وهذا الاستخلاف لا يأتي بالنوم، إنما يأتي بالعلم والعمل. وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب الناس جميعا في مسألة أن العلم لابد أن يكون معه عمل، وأن العمل لابد أن يسبقه علم. الله سبحانه عز وجل حينما قال وعلم آدم الأسماء كلها، بمعنى قبل أن ينزله إلى الحياة الدنيا وإلى هذه المعمورة ويكون له خليفة، علمه وتعلم آدم عليه السلام، بل إن تفوقه على الملائكة كان بما علمه الله سبحانه عز وجل. ولهذا تبقى مكانة العلم في المجتمعات، وخصوصا المجتمعات المسلمة لابد أن تكون له مكانة خاصة. حينما يتدحرج مكانة العلم في المجتمع المسلم أو في أي مجتمع من المجتمعات، فإن مكانة المجتمع أيضا تتدحرج، بمعنى يصبح في الأسفل.
والله سبحانه وتعالى طالبنا بأن نطلب العلم النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا العلم، وإن كان في بعض علماء الحديث يقولون أن في هذه الأحاديث ما قال طلبوا العلم من المهدي إلى اللحد وطلبوا العلم ولو كان في الصين، ولكن يشهد لها أن الله سبحانه عز وجل أمر بالعلم وأمر بالتدبر في هذا الكون. ويا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وهذا السلطان قيل هو سلطان العلم. إذن هذه المكانة وهذه المبادئ التي لابد أن نغرسها في قلوب أبنائنا قبل أن نتحدث عن نجاح في امتحان وتجاوز امتحان وتفوق في امتحان حفظ ولا فهم. كل هذه ما هي إلا أسباب ووسائل، المحصلة في النهاية ما هذا العلم الذي لابد أن تطلبه، ماذا سيفيدك في حياتك وماذا سيفيدك في أخرى، هذا هو أهم شيء. هل الذي نتعلمه علم ننتفع به نحن وننفع به غيرنا، أم أنه من العلم الذي قد يسيء أو قد يعني يسيء للإنسان في الدنيا وفي أخرى على حد سواء، بل إذا لم يعلم فكيف سيكون عمله، ولا يسأل أو لا تزول قدمه حتى يسأل عن أربع كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن علمه ماذا عمل فيه. بارك الله فيكم أستاذنا. ومشاهدينا ألا صلوا وسلموا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الامتحان يكرم فيه المرء أو يهان، واليوم أبنائنا يجتازون امتحان شهادة البكالوريا. نتساءل أستاذنا، لماذا ندرس؟ لماذا نمتحن؟ الحمد لله، الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الأخيار فصرف قلوبهم في طاعته ومرضاته آناء الليل وأطراف النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب القلوب والأبصار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وجميع أصحابه الأخيار ومن سار على نهجهم ما أظلم الليل وأضاء النهار. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يستجيب الدعاء إلا الله. فنسأل الله عز وجل، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفق أبناءنا وبناتنا للنجاح في هذا الامتحان. آمين يا رب. وأن يعني يربط على قلوبهم ويرزقهم الثبات والسداد. وطبعا يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، فيعني هذا الامتحان هو امتحان مصيري. نعم. امتحان مصيري. طبعا الامتحان المصيري يعني شأن الكثير من الذين يجتازون هذا الامتحان الارتباك والقلق. يقال بأنه والخوف. مصيري. نعم، يقال بأنه مصيري، وهناك من يعلق على ذلك. نعم. أستاذنا. نعم، يقال بأنه مصيري طبعا. والامتحان يعني هذه الامتحانات إنما تذكرنا بالامتحان الأكبر. نعم. نعم. ويعني نحن كلنا في محطات، وهذه عند كل محطة يوجد امتحان. نعم. والامتحان إنما هو يعني النجاح في هذا الامتحان أو البكالوريا بالخصوص يعني ثمرة، وهو ثمرة لي يعني اجتهاد لمدة سنوات. نعم. طبعا نشوف امتحان البكالوريا 3 سنوات من الجد والاجتهاد، يعني تكلل بالتتويج بهذا الامتحان للولوج إلى الجامعة، ومن ثم الحصول على الشهادة التي تمكنهم من الولوج إلى عالم الشغل، إلى عالم الشغل. طبعا يعني الكثير من التلاميذ نجدهم يعني يضطربون ويعني يرتبكون في هذا الامتحان، مع أنهم قد يعني قاموا بما عليه. نعم. وللأسف الشديد هنا يعني في بعض الحالات نجد بأن هؤلاء الذين اجتهدوا ربما نجدهم مرتبكين أكثر من غيرهم. نعم. لماذا؟ لأنه يخاف على يعني أنه ليس فقط يعني لا يخاف فقط من الرسوب في الامتحان، وإنما يخاف من أن يحصل علامة يعني لا تمكنه من أن يختار التخصص الذي يرغب فيه. فيعني الإخفاق لا يعني الفشل،
والنجاح لا يعني بأن يعني إذا نجح التلميذ في هذا الامتحان لا يعني ذلك بأنه قد حصل كل شيء، لأنه في الجامعة للأسف الشديد هناك من التلاميذ من ينجح في البكالوريا ولكن لا ينجح في الجامعة، صدقا. وهناك نعم حتى وإن لم يعني يعيد السنة ولم يخفق، وهناك من التلاميذ من يخفق مرة ومرتين وثلاث مرات ولكن يستفيد من هذا الإخفاق، تجربة. لأنه نحن نتعلم من أخطائنا، نعم. فيعني لولا يعني الخطأ لما عرف الصواب. نعم. لذلك فالإنسان أو التلميذ بالخصوص يتفاءل خيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل، قال وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. نعم. كلمة طيبة. هذه الأولياء أستاذ. نعم هذه الأولياء. نعم. طبعا والتلاميذ الآن هم يجتازون الامتحان. نعم. ويعني خطابنا موجه إليهم بدرجة الأولى ولأولياء. نعم. فعليهم أن يستبشروا خيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. في حديث آخر عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فلا بد للتلميذ في هذا الامتحان أن تكون له الشجاعة الكافية التي تدفع عنه الارتباك وكذلك الإحباط. ففي النهاية كل شيء بقدر الله، كل شيء مقدر، فما علينا إلا أن نتخذ الأسباب، واتخاذ الأسباب واجب والنتائج على الله. يعني للأسف الشديد يعني نجد الآن تلاميذ يقولون بأنه يعني البكالوريا زهر كما نقول إحنا، ما هو شائع. وهذا الكلام يعني نجده في الكثير من الأحيان عند التلاميذ الذين لا يجتهدون كثيرا. نعم. نعم منهم وكذلك أعداء النجاح، فأعداء النجاح يعني للأسف الشديد دائما نجدهم بأفكارهم السلبية. فيعني لابد على كل واحد، على كل مترشح أن يتوكل على الله وأن يلجأ إلى الله وأن يستعين بالله وأن يتحلى بآداب طالب العلم. طبعا يعني كذلك من المظاهر السلبية التي نراها يعني أن الكثير من التلاميذ يلتزمون ويجتهدون في الطاعة في هذه الأيام ويعني يكثرون من الدعاء، وهذا أمر مطلوب، ولكن ماذا نقول لهم؟ اعرفوا الله في الرخاء يعرفكم في الشدة. استسمحكم أستاذنا، ومعنا مكالمة هاتفية لأم محمد من معسكر. السلام عليكم. على بركاته بالابتسام، كيف الحال؟ الحمد لله. وأنت؟ سلام على معلمانا في هذه الأمسية المباركة، أمسية أول يوم شهادة البكالوريا، والسلام على كل أم تقف إلى جانب ابنها، وإلى كل أب أيضا يقف إلى جانب ابنه، والسلام أيضا على الأساتذة الآن واقفون في هذا في غمار هذه الأيام بردا وسلاما بإذن الله على أبنائنا وعلى الأساتذة وعلى الأمهات خاصة، يعني بكل صراحة يعني الأمهات خاصة، لأن الأمهات راهم في هذه الأيام في حال الطوارئ وكذا ولا غير ذلك. لكن أنا نقول واحد الكلمة بنتي، على كل حال نتعلم منكم بنتي. شوفي هذه الأيام هي أيام من أيام الله عز وجل، يعني كيفها كما هي أيام نعدوها، كما كانت تقولنا الوالدة في واحد الوقت من نقول لها راه مقلقة هذاك اليوم يجي، تقولنا ما تقلقوش لأنها أيام من أيام العمر، ما تقلقوش عليها معدودة من العمر. هذه الأيام بنتي من أيام العمر، علينا أن نعيشها كما يجب أن نعيشها، لأن الله عز وجل خلق هذا، جعل هذه الصفات وهذه المشاعر بنتي تاع القلق ومشاعر الخوف ومشاعر الفرح ومشاعر الحزن ومشاعر الألم، لازم نعيشوها ولكن نعرفوا كيفاش نتكيفوا معها بنتي، لأن هذه الأيام مباركات بإذن الله. شوفي الناس بنتي كأنها القيامة صراحة، يعني صراحة كأنها، يعني ربما يسمعني واحد يقول لي خلاص لأنه خلاص ولادك كبروا، والله أبدا بنتي، أنا نتكلم بكل موضوعية. هي البكالوريا بنتي صحيح امتحان وصحيح فيه جهد وفيه فيه كذا وفيه كذا، ولكن هناك من يتمنى على الله بنتي ابن، هناك من يتمنى على الله بنت، هناك من يتمنى على الله أم،
هناك من يتمنى على الله أب. يا بنتي هذه حظوظ الدنيا بنتي، ما هذه الدنيا ما لازمش، لازم هذا الكلام نوجهه الأمهات باش يغرسوه في فكر الطالب. الطالب دروك بنتي احنا خلاص اجتهد وتعلم ودروس خصوصية وكما دائما نقولوها وفيه تضحيات والأمهات مساكين دفعوا والآباء دفعوا إلى غير ذلك. هي بنتي وين راهي الإشكالية على أن نعطينا هذا الامتحان أكثر مما يستحق صراحة؟ يعني حتى صبحت بعض الصبح بعض الآباء، أنا نقولها بكل صراحة بنتي، لأن هذا المشكلة نعانوا منه كأمة، هذا الهم راه موزع. يعني حتى في بعض البنتي اللي يلجؤوا حتى الغش، يعني الغش هذا احنا لماذا نلجأ الغش؟ علاش عام كامل بنتي وما تعبانين وسهرانين ويبكروا ويضحوا بالدراهم؟ لأن الله طيب لا يحب إلا طيبا، ولا لا بنتي ما نخلطوش الطيب مع غير الطيب. فاحنا نعرفوا باللي علمنا ديننا كله ميسر لما خلق له، ابننا دار المجهود وبذل المجهود وربي لا يضيع أجر المحسنين وأحسن في المراجعة، يجي في الأخير بنتي في بعض الآباء سامحهم الله يلجؤوا لهذه الطرق. لا اتركي، لان احنا مش بحيلتنا هذا النجاح بنتي، والله ما بحيلتنا. سمعنا ناس بنتي، احنا كانت عندنا واحد الحاله هذه 3 سنين، تلميذ بنتي مجتهد ممتاز، مش مجتهد قول لك ممتاز، ليله الامتحان تجيه وعكه صحيه بنتي، وعكه الله لا يقدرها تعلمه من بنتي، تجيه وعكه صحيه يؤخذ المستشفى خلاص الكليتين يعني كما قالك توقفوا العمل، اذا لا بقوا لهم يحزنون. صح ريحه شوفي يا ما شاء الله، شوفي يا فيما بعد وعاود البكالوريا ودي البكالوريا، ولكن هذه بنتي احنا نخدموا وندعو رب العالمين التوكل حسن التوكل الله عز وجل، ما نخلطوش بنتي الطيب مع غير الطيب. هذا الذي اردت ان اشارك به في هذه السويعه المباركه بنتي، وحفظكم الله ولا تنسانا يا استاذنا، لا تنسانا من الدعاء أستاذ الحاج محمد، لا تنسانا دكتورنا الكريم، لا تنسانا من الدعاء، والله نهار اللي تدعو لي والله لا غير ريح أستاذ، إن شاء الله دعاءكم بإذن الله دعاء متبادل. لا حرمنا منكم حبيبتي ابتسام، لا حرمنا من هذه القناة، حفظكم الله أحبتي في كل مكان والكل أوفياء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نظن أستاذنا عنده وليد يفوتسنا مش عارف البكالوريا ولا البيوم، كنت تكلم عليه في حصص سابقة الحاج دكتورنا الزغداني، كنت تكلم نعم أنا هذه مش عارف سمعت واحد المعلومة هذه في من كنا نحضروا الامتحانات، والله لا اظن ما نعرف لا اعرف لا البكالوريا ولا الاخر. ان شاء الله يسهل على وليداتنا كامل باذن الله بردا وسلاما، وان شاء الله اللي اختارها لنا ربي نقبلوها، اللي اختارها ربي نقبلوها وغير الصحه بنتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسمحوا لي طولت في امان الله. امين. شكرا لك يا الاخت ام محمد من معسكر، واللهم وفق ابنائنا، واللهم لا خير الا فيما اخترته لنا. معنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد من تمن راست. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أستاذ رباس. الحمد لله. وأنتم كيف الحال؟ بنعم الله الحمد. السلام عليك والأستاذ الكرام والشيخ الفاضل محمد الزغداني. نعم. وكل الأولياء والمسلمين. تفضل. جزيل فضلك. والله راضي نتمنى لأبنائنا النجاح، ونتمنى يثقوا في الله، يثقوا في الله سبحانه عز وجل. نعم. ورسولنا عليه السلام والكفال خير تجدوه، ونحن كعباء علينا بالدعاء، يعني تجربتي في الحياه هذه نخلي ولادنا فرحتهم كي يجوا نخليهم يريحوا شويه كما يقولوا نعطيهم شويه ولا حاجه، من بعد يعني نتمنوا ما نخصموش كاين في القسم ولا واش كاين في الامتحانات، كما يقولوا نعطيهم يعني كما يقولوا ما نهضروش معاهم خلاص حتى اللي كيما الامتحانات، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم الاباب بان الله هو الموفق سبحانه وتعالى. راهي احنا علينا في الحياة هذه علينا بالسعي والكمون على الله سبحانه وتعالى. أنا تجربتي بسم الله ما شاء الله، عندي يعني بنت حافظة كتاب الله ودات الباك، وعندي أبنائي زوج ما شاء الله، يعني من الامتحانات حتى يعني كل الله ما نسقسيهم وصاك بالديروه، يعني أنا علي بالدعاء هما علي بالاجتهاد والكمون على الله، ونتمنى أبنائنا عليهم يعني يحرصوا بأن هذه فرصة يعني كما يقولوا لا تعور راه مصير، ولكن أنا أبنائي يقولوا حقيقة مصير الحياة، ولكن مصير يعني الامتحان المصير هو تاع الاخره، كيفوز يوم القيامه. مال في الدنيا عندنا حلول كثيره نديرها، اللي ما نجحش ينجح العام الجاي، ولكن احنا متفائلين بالخير والله يوفقنا ويوفقهم، وشكرا جزيلا لقناتنا، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا لكم بارك الله فيكم.
ونصيحته لكل الأولياء: لا تنسوا أبناءكم من صالح دعائكم. نحن أيضا لا ننسى أبنائنا المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، اللهم وفقهم وسدد خطاهم. ونستكمل النقاش مشاهدينا الكرام مع شيخنا وإمامنا محمد زغداني. التوفيق والنجاح عطية من عطايا الرحمن، وهبة من هباته، ولا حول لنا ولا قوة بذلك، لنا حول في الأخذ بالأسباب. صحيح. فقط. نعم. ما هي الأسباب التي يجب أن نأخذ بها؟ نعم، بداية تحية لكل من أم محمد وأخي محمد، أنت من راست، وربما أنا محظوظ جدا اليوم باتصالهما وبدعواتهما، ونسأل الله عز وجل أن يوفق أبنائنا كلهم. أمين يا رب. فيما هم مقبلون عليه من امتحانات. حقيقة ما ذكره من المعاني مهم جدا، يدخل من ضمن ما ذكرت السيدة أم محمد مشكورة، أنه التوكل، أو أن التوكل لابد أن يكون توكل حقيقي على الله سبحانه وتعالى. إحنا سنة كاملة والأباء والأمهات يبذلون من وقتهم، من مالهم، يوفرون الجو الذي ربما يسهل دراسة نوعا ما على أبنائهم، دروس خصوصية وتنقل وغيرها من الأسباب. والآن وصلنا إلى المرحلة التي هي بين مرحلتين، لأن المرحلة التي ستلي من بعد هي إما نجاح وتوفيق، وهذا من نسأل الله عز وجل أن يكون لكل أبنائنا، يا إما تأجيل نجاح، ولا أقول فشل، لأنه كما يقال الفشل هو نجاح مؤجل. وفي كلتا الحالتين الإنسان يرضى بما قسم الله عز وجل له، وهذا هو الفرق بيننا وبيننا كمسلمين وغير المسلمين، أننا نبذل الأسباب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق التوكل لرزقكم مثل الطير. نعم. تغدو خماصا وتروح بطانة، بمعنى أنه نبذل الأسباب ولا ننسى التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، لأنه ذلك هو الأصل. وما توفيقي إلا بالله. نعم. معنى هذا التوفيق وهذا هذه الأسباب التي بداية الأسباب لا يوفرها كد الإنسان بقدر ما يوفرها توفيق الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفر كل أو يوفق إلى توفير كل هذه الأسباب، ثم يعطي الله عز وجل. ثم أريد أن أقول أيضا أنه لابد أن هذا الكون فيه نواميس. نعم. وفيه قواعد لابد تديره. نعم. مش الإنسان، نعم، سنن كما قال الأستاذ، الإنسان مش سنة كاملة هو نائم ثم في نهاية المطاف يقول لك سأدعو الله سبحانه وتعالى، سأتضرع إلى الله عز وجل أن يوفقني، فهذا منافي للسنن الكونية التي وضعها الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، وإنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكنه سبحانه عز وجل علمنا أن نأخذ بالأسباب، وفي النجاح في هذه المسابقات وهذه الامتحانات علمنا أنه السبب في ذلك هو الأخذ بالأسباب: الدراسة، المراجعة، الحفظ، التركيز في يوم الامتحان، تنظيم الورقة، الآباء والأمهات، عدم الضغط على أبنائهم أكثر مما يجب، لأنه وما تحدثنا في مفاتيح سابقا على التحضير لمثل هذه الامتحانات، أنه هذا الاضطراب وهذا القلق وهذا وما قالته أيضا استسمحك أستاذي. نعم. الأخت أم محمد من معسكر: نجد تهويل ونجد حالات طوارئ في البيوت، يعني إعطاء هذه الشهادة ومختلف الشهادات أكبر من حجمها. نعم، وللأسف الشديد، وهذا الاضطراب وهذا القلق وهذا الضغط قد يسبب في نهاية المطاف الفشل. نعم. لأنه كثرة الضغط، أو الضغط يولد الانفجار كما يقال. يحتل التلميذ تجده يأخذ ورقة بين يديه يقرأ السؤال مرة ومرتين وثلاثة ولا يستوعب شيئا، لأنه يخشى أن يجيب، يخشى. نعم. أنه يخطئ في الإجابة، وبالتالي يفقد القدرة على التركيز والقدرة على يعني الإجابة على هذه الأسئلة. فإذا الأخ محمد أيضا أعطى ربما نصيحة من ذهب. نعم. وهي ألا نكثر، خصوصا في هذه الأيام، خلاص سنة كاملة وإحنا مع أولادنا في الأسباب، هذه الأيام ندعهم يعني يظهرون أفضل ما فيهم ونرافقهم بالدعاء. نعم. ندعو لهم الله سبحانه وتعالى، فهو الموفق سبحانه عز وجل لكل خير، ولا نكثر عندهم من السؤال. ربما من البديهيات التي تعلمها كل الأباء وحتى التلاميذ، أنه الآن ونحن بعد كل امتحان يبدأ يسأل وش كيفاش كانت الإجابة هذه وكيفاش كانت الإجابة هذيك، ويبدأ يقارن في الإجابة هل هي صحيحة أم خاطئة، فهذا دعوكم منه.
وهذا معروف حتى يعني درج الناس على أنه تعلموا من خلال دورات التحضير للامتحانات أنه التقييم خلوه في نهاية كل الامتحانات، ماهوش خلال الامتحانات، لأنه إذا قيمنا خلال الامتحانات ربما يتفطن التلميذ أنه أخفق في شيء ما، فيكون هذا محبط لمعنوياته، ربما مربك له فيما سيأتي من اختبارات. فندع الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الأمر بداية ونهاية لله عز وجل، ما نقولوش أنه ندع الأمر في النهاية لله عز وجل، هو مبتدأ ومنتهى لله عز وجل، لكن نحن نبذل الأسباب ونرافق أبناءنا بالدعاء، فهو الموفق سبحانه عز وجل سبحانه وتعالى. ومعنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام على شيخنا وضيفك الكريم، إن شاء الله يا ربي، ونتمنى وإن شاء الله يا ربي يا ربي نتمنى النجاح لوليدات المخلوقات وبنية المخلوقات. أختي أنا عندي كلمة نقولها إن شاء الله يا ربي تكون كما قال لك في النقاش. المهم يا رب يا رب نتمنى من الأمهات والآباء إن شاء الله يكفوا مع والديهم مع وليداتهم بالدعاء، ويعلموهم وما يضغطوش عليهم، ما يوسوش عليهم، ما يضلوش هما ثاني مقلقين، يعاونوهم بالدعاء وينوضوا بناتنا أولادنا ينوضوا يصلوا ركعتين قبل الفجر ويصلوا صلاة الفجر ويدعوا الله عز وجل، وهذا الشيء كلش بإذن الرحمن سبحانه عز وجل. وشوف اللي يتكل على ربي والله ربي راح يوفقه، حتى الورقة حين ما يحطها بين يديه ويقول بسم الله الله سبحانه عز وجل ييسر له، حتى الفكرة تجيه، حتى الفكرة تجيه. الواحد وليداتنا يتكلوا على ربي، هذا الشيء بربي سبحانه، مقلب القلوب هو الله عز وجل، ونتمنى لهم إن شاء الله النجاح، وما يبدأوش في هذا التخوفات وفي هذا الوسمة كما قالك، ما يشنيها هنا نهاية المطاف. لا كاين، أنا والله واحد الشخص نعرفه صدقيني بالله 5 مرات وهو يعاود، في الخامسة جاب وما شاء الله وراه قابض خدمه ولاباس عليه. والله العظيم نتمناو لبنياتنا وليداتنا وخياتنا وابائنا وامهاتنا ان شاء الله نعاونوهم بالدعاء، وان شاء الله ماشي هذه كما قال لك نهايه هنا، لا الواحد يتجه لله يرجع لربي سبحانه عز وجل. علموا والديكم لوليداتكم الدعاء، الدعاء ويشدوا في ربي، وهذا الشيء بربي سبحانه، ربي سبحانه، وربي ما يضيعش عبده اللي يلح عليه، والله ما يضيعه، والله راح ينجحه. الواحد كيشد في ربي سبحانه عز وجل اي مقصود رايح له راح ربي يوفقه، ونتمنى لهم ان شاء الله النجاح يا ربي، نتمنى لهم النجاح يا ربي، هذه اللي ندعوها لهم ان شاء الله يا ربي يوفقهم وما يتخوفوش. وكما قال لك واللي غش كما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، حبيبي عليه الصلاة والسلام قال لك اللي غشنا ليس منا، المهم يتخذوا بهذا القول الحبيب عليه الصلاة والسلام، ونتمنى لهم النجاح وموفقين إن شاء الله. واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه من كل ذنب عظيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. هل يقاس النجاح بالشهادات والمناصب أم يشمل الأعمال والإنتاج؟ هذا سؤال وجيه وسؤال مهم. نعم. كثيرا يعني ما نوصي التلاميذ بأن يعلموا يقينا بأن النجاح الحقيقي أن تنجح في اختبار الدنيا. نعم. أن تكون من الفائزين، أن تفوز برضا الله عز وجل. نعم. فالمؤمن يعني همه واحد في هذه الحياة، يجعل الهم هما واحدا، وهو إرضاء الله عز وجل لا غير. وكما يعني روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فيعني لابد أن يكون كل طالب علم على يقين بأن كل خطوة يخطوها وكل ما يقوم به في سبيل العلم إنما سيحصل أجره في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولا يظلم ربك أحدا. فيعني النجاح لا يقاس بالشهادات. الكثير من الناس الآن للأسف الشديد
يعني شهاداتهم حجة عليهم للأسف الشديد. فالعبرة ليست بالشهادات، أن تحمل يعني أكبر الشهادات وأنت غير متأدب وغير متخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالخلق أثقل ما يوضع في الميزان، ونحن بحاجة إلى علم قليل وخلق كثير. يعني الناس في الآخرة يعني يبلغون أعلى المراتب بحسن الخلق، بحسن الخلق. إن المؤمن لا يبلغ يعني بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني سبحان الله، كذلك العلم في شريعتنا ليس يعني لا العلم الذي لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. لا يعني إذا لم يترجم هذا العلم إلى عمل فإنما هو حجة يعني عليك وليس حجة لك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم اجعلنا ممن جعلوا القرآن أمامهم فقادهم إلى الجنة، ولا تجعلنا ممن جعلوا القرآن خلفهم فجرهم إلى النار. فلابد أن يسعى كل طالب علم لأن يقرن بين العلم والعمل. وقد يعني قيل في هذا كما يعني روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: ليس يعني ليس أفضل أن يقرن شيء بشيء، أو ما قرن شيء إلى شيء أحسن من الإخلاص، من أحسن من إخلاص إلى تقوى، نعم، وعلم إلى حلم، وصدق إلى عمل. فيعني انظر العلاقة بين هذه المتلازمات. يعني الإنسان إذا يعني قال كلاما ولم يصدقه عمله فهو حجة عليه، والله عز وجل يقول: لما تقولون ما لا تفعلون. سبحان الله. فكل واحد فينا وعلى كل طالب علم أن يحرص أن يكون من الصالحين، وهذه من أسمى غايات التربية ومن أسمى غايات التعليم، أن نبني إنسانا صالحا. لربما هي نعم. بوابة النجاح في الدنيا والآخرة. أكيد نعم. فبناء الإنسان الصالح هذا من أولى أولويات العلم. فيعني نصيحة إلى طلبة العلم وإلى يعني أولياء الذين يجتازون الامتحانات والامتحان البكالوريا هنا يعني في هذه الأيام: احرصوا على أن يعني تكونوا من طلبة العلم المتأدبين المتخلقين الذين يجمعون بين العلم وبين الخلق. نعم، بارك الله فيكم أستاذنا. والغش ظاهرة تفشت واتخذت أشكالا وصورا متعددة، فماذا عن غش الطالب أثناء الامتحان وتضييع الأستاذ للأمانة؟ نعم، ربما هو خطاب لثلاث جهات. نعم. الجهة الأولى والمعنية مباشرة هو الطالب، وإن كان الآن الطالب لا يسمعنا، ولكن عن طريق أوليائه، أنه ما تصور الإنسان وهو يبني بنيانه على جرف انهار، كما قال الله سبحانه وتعالى: على جرف انهار فانهار به في نار جهنم. بمعنى أنه كل البنيان الذي ستبنيه، شهادة بعد شهادة، عمل بعد العمل، سكن بعد سكن، زواج بعد الزواج، ربما يتوسع رزقك ومالك وتكون لك ذرية فيما بعد، كله مبني على أساس من الغش. معناها تصوروا معنا هذا الـ هذا الـ هذا الـ الحلقة. نعم، الحلقة غير المنتهية. يعني بدايتها قد يستسهل الإنسان أنه يأخذ ورقة أو شيء أو وسائل جنونية الآن في أو شيطانية إن صح التعبير في الغش، ولكن يستسهلها الناس وقد ينجح بهذه الوسيلة، ولكن بنى كل عمله على ليس منا، من غشنا فليس منا، كما قال تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ويبدأ حياته كلها، بعض الناس الآن يقول لك: أنا لو يعود بي الزمان إلى فترة ما أتمنى أنني لم أفعل ذلك الشيء. من أخطر الأشياء التي قد يتجرأ الإنسان عليها هو أن يغش في الامتحانات، لأنه إذا غش معناها سينجح بشهادة مزورة أو شهادة مغشوشة
وبالتالي سينبني عليها كل ما سيأتي في قابل أيامه. فالإنسان يحذر الخطوة، قد يستسهلها في البداية ولكنها خطوة خطيرة جدا. هذا بالنسبة للابن. الأب أيضا الأولياء هم مسؤولون على ما يقوم أو أن يستسهل الابن مسألة الغش أو يستعظمها، لأنه هذا غرس. وإذا غرست في ابنك الخوف من الله سبحانه وتعالى، أنه قبل أن يراقب عين الرقيب أو عين المراقب الأستاذ المراقب على القسم هل يراه أم لا يراه، فإنه يستشعر أن الله عز وجل مطلع عليه ولا تخفى عنه أو عليه خافية سبحانه عز وجل، أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو يكون هذا الغرس إذا غرسته في ابنك فإنه قبل أن يراقب المراقب وقبل أن يراقب الأستاذ وقبل أن يراقب كل الأجهزة وقبل أن يتصور كل ربما العقوبات التي ستقع عليه لو أنه ضبط في حالة غش، يستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى. وهذه مسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات، هم الذين يغرسون هذا المعنى أو هم الذين يهونون مسألة الغش أو هم الذين يشجعون. يعني عندنا ثلاث مراحل أو ثلاث أنواع من الآباء، إما أب وأم هم الذين يغرسون خوف الله عز وجل ورقابة الله سبحانه وتعالى في الأبناء، فهؤلاء يحصنونهم، ليس في مسألة الغش فقط. وهنا أستاذي الكريم نعم. ربما نعود لأول سؤال وهو استشعار لذة وحلاوة طلب العلم. لو غرسنا في أبنائنا لذة طلب العلم واستشعار مذاقة طلبه وحلاوته لما ذهب بهم الحال إلى الغش. نعم، وهذا جزء أنه نخوفه من الله سبحانه وتعالى والمطلع عليه في سره وفي علنه، وأيضا نغرس فيه أنه هذا الثمرة التي تكون في نهاية المطاف نجاح بسبب كفاح أو بسبب مسار طويل من طلب العلم والجد والاجتهاد سيكون طعمها حلوا. نعم. وأما الثمرة التي هي نتيجة غش فإنها ستكون مرة والعياذ بالله. مشاهدينا، يرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر بتوقيت الجزائر العاصمة وضواحيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. ونجدد الترحاب والتحية بكم مشاهدينا في برنامجكم مفاتيح وفي موضوعنا البكالوريا بوابة نجاح. ومعنا مكالمة هاتفية للحاجة بريكسي من تلمسان. السلام عليكم. السلام والرحمة والبركة. كيف الحال حجة؟ وسبي حظك بنتي والسلام على أمة محمد كافة. كبير وصغير، الغني والفقير، اللي أعمى واللي بصير، واللي في حجر مواه صغير، واللي راه قاعد على الحصير. الله يعمر يصفي القلوب وينجح وليداتنا كافة كبارهم، وليداتنا وليدات المسلمين المؤمنين الخايفين الله. امين. ولا بد ينجحوا، ماذا بينا ينجحوا. وفي هذا الزمان انا نطلب ربي والنبي يعطي العقل للوالدين شويه، يكونوا راسيين ويوعي وليداتهم، حتى ولادي وحتى نفسي. انا خاطر دوك في هذا الزمان كيش نقول لك، بكري ما كانش امكانيات. درك ولدك الى ربح الباك ماذا بيك، وبنتك الى ربحت الباك ماذا بيك، واذا ما ربحوش راه كاين التكوين، راه كاين التعليم. قال لها تعلموا صنعة اليد الدنيا وجوه السردين، خلي البناء الانسانيين هاني على البنات والولاد. ولا بد ما غاديش نوليو كاع مديرين ولا كاع شيفان ولا ياك الجزائريين. وسمحوا لي وليداتي كافة حتى ولادي معاكم، نبغيو نخدموا غير شيفان ولا غير مديرين ولا اي. وشكون اللي يخدم سباك وحاشاكم وزبار ولا لا، الله ينعل الشيطان. انا هذوك راني نشوف ماشي الوالد الدريه راه حيراقد الوالدين ويهبلوا ولادهم. لو كيتهبلوا ولادكم وتلفونهم الراي كاين مخلوق مخي يفلته ما خير، اذا ما ربحش عام اخر يدير حاجه اخرى، ماشي نبقى غير عليه. هاي خلقنا الغيره في ولادنا، خلقنا فيهم السم، ولاو يدابزوا الخوت مع بعضهم بعض على القرايه. واحد يبان راه مفضل على واحد، الا الوالدين عمرهم ما يفضلوا الدريه غير اللي تفضلهم فعلهم مع والديهم، ماشي القرايه. عندك كل خالد كيربحك، عندك جارنا يجيب ليه، عندك هذه، عندك فين، وهذه لو كان ما نجات حيران. نطلبوا ربي ينجحهم. وبركان من هذا البروتوكول بزاف، والرجال ساكن ما عندهم باش راهم يقابلوا هذا الزمان. الى ربحوا وليداتكم خرجوا طارت سفة ولا مدوا الحلوى للدراري، وطلبوا ربي ينجح لكم وليداتكم. ماشي خصني ندير وندير وندير، ولدي ربح، ولدك ربح الله ينجحه. لا شبه تخليه رافد بندير ويخمم باش يكرس الكريدي. انا نهضر القول والفعل ونهضر اللي تشوف عيني. طلبوا ربي ينجح لكم وليداتكم ووليدات عباد الله كافة، ويكونوا عادة كيزاد ويبداوا شويه يتكلموا ويتمشاو. ديوهم للجامع اللي يجمع، وعلموهم بسم الله والحمد لله ونتكلت على الله مهما يكونوا عادة كيدخلوا. انا هذه الكلمه خلات هذه الشيبانية الله يرحمها، كانت تقولنا الفلاح في البستان، تقولنا محلى كلمه الله والرسول في اللسان. وفي البنت خصك تزيريها، اذا ما ولات شميطه علميها الخياطه وطياب المرميطه. واسمحوا لي هذا ما تقول النقريطه، وبقاو على خير، يحفظك ويحفظ الاولاد اللي معك. بارك الله فيك الحجة بريكسي. ومشاهدينا نستكمل النقاش مع امامنا محمد زغداني. نعم استاذ، وفي جزئيه الغش. نعم قبلها نشكر الحجة بريكسي على ما هذه الفوائد الثمينه الذي كل مره تزودنا بهذه المعاني السجعيه. نعم نعم. أعود إلى مسألة الغش. قلت فيه أطراف ثلاثة، نصحنا الأبناء ثم وصلنا إلى الأباء، وقلنا الأباء ثلاث أنواع، يا إما أولئك الذين يغرسون في قلوب أبنائهم رقابة الله قبل رقابة الإنسان، وهذا هو المطلوب.
لأن هذا الذي يغرس في قلبه رقابة الله عز وجل سوف ينجح لا في امتحاناته فقط بل في حياته كلها. إذا راقب الله عز وجل في سره وفي علنه في كل ما يفعل وفي كل ما يذر، هذا اللي راح ينجح وتكون عنده شهادة النجاح في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. النوع الثاني هم الآباء الذين لا يهمهم الأمر، غش ولا ما غش نفس الشيء. فهذا الإهمال يؤدي إلى أن يتمادى الأبناء في الغش على مستوى الدراسة والغش على مستويات أخرى، وقد لا يؤمن جانبه حتى داخل البيت الواحد والعياذ بالله. النوع الثالث هو الأخطر، وهو الذين يشجعون أبنائهم على الغش للأسف الشديد، الذين يدعون كما ذكرت في البداية، كما قلنا في الكواليس، يدعوا لأولادهم باش يطيحوا في نفس مؤمنة يعاونهم في الامتحانات، لا يستقيم ولا يستوي هذا. يعني لو أنه الـ هذا الذي نجح بالغش يقولوا له أنت نجحت طبيب بالغش، هل ترضى لنفسك أن تتداوى عند الطبيب نجح بالغش؟ وغيرها، وقس عليها الكثير من الأشياء. الطرف الثالث أيضا وهو أحد أحجار الزاوية الثلاث، وهم الأساتذة الذين استؤمنوا على هذه الأمانة، ويا لعظم الأمانة. نعم، وإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها وأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه من الأمانات التي حملها الإنسان، اللي هي أنه أبنائنا نسليهم لكم أمانة أولا لتعليمهم، ثم في هذه المرحلة ليمتحنوا وتكونون أنتم رقباء عليهم. فإذا أنت تهاونت قال خلي معليش ما يهمناش، وأي الناس كل تغش ودخلها في الناس كل تغش للأسف الشديد. نعم، وهي شائع الغش بين الناس، أي يعني كلام فيه استهانة بقيمة قيمة الشيء، وما يعني كلما استهين بها كلما ضاعت قيمتها. وطرف ثاني أيضا وهو أخطر، هو ليتعمد أن يشجع الأبناء على الغش، وهذا فيه خطر شديد، لأنه الغش ما دخل في شيء إلا أفسده. وكما قلت نرجع لبداية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من غش فليس منا، ونسأل الله تعالى العافية والمعافاة. شكرا، بارك الله فيكم أستاذنا. ونفصل أيضا في جزئية الغش معكم أستاذ، إذا كان هناك نقاط أخرى بالإمكان أن تضيفونها بالأخص للأولياء. الأولياء طبعا الغش جريمة من الجرائم وكبيرة من الكبائر التي يعاقب عليها الشرع والقانون. نعم. طبعا ويعني الكبائر المؤمن لا يستهين بها. نعم. الكبيرة في ديننا هي كل معصية توعد الله فاعلها بالعذاب ولا تكفرها إلا التوبة. والتوبة نحن مأمورون جميعا بأن نتوب إلى الله. التوبة بشروطها للأسف الشديد يعني الظاهرة هذه انتشرت وبكثرة، حتى يعني اتخذت أشكال وصور، يعني أصبحنا نجد بعض التلاميذ وكأنه يعتقد بأنه حق له. نعم. وكأنه حق، وللأسف الشديد القلة القليلة من يثبتون على المبادئ. نعم. يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء وأسأت. سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. فما الفائدة يعني من أنك يعني تعطي شيئا ليس لك؟ يعني هي خصة يعني تمجها النفوس الكافرة فضلا عن النفوس المؤمنة. للأسف الشديد حتى يعني أننا يعني أصبحنا نجد بعض الأخلاق الإسلامية في المجتمعات الغربية، وكان يعني هم يلتزمون بذلك ومع أنهم غير مسلمين، يعني يبتعدون عن مثل هذه الأخلاق. فما بالنا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنجاة إنما تكون في الصدق، لا نجاة لنا إلا في الصدق. فالحذر من هذه يعني الكبيرة. والغش في العلم أفظع وأشنع من الغش في غيره، إنه للأسف الشديد بعض التلاميذ مثلا يقول لك الغش محرم في التجارة وغيرها، يعني من المجالات، أن بينما في العلم فيمكن الاستعانة ببعضنا البعض وهو من باب التعاون على المعروف وغير ذلك. فالأسف الشديد يعني
لا ينبغي أن يعني ننزلق إلى هذا المنزلق الخطير وأن نستهين به. لماذا؟ لأننا بذلك نحطم المجتمعات وبذلك نضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب للأسف الشديد. وإذا يعني وضعت الرجل يعني غير مناسب في يعني في مسؤولية يعني هو ربما قد يلحق بها الضرر بإخوانه المسلمين، فهذا من الأذى، من الأذى ومن يعني الشر الذي لا بد أن ندفعه وأن لا نسكت عنه. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يعني يبصرنا بعيوبنا وأن يبعدنا يعني عن مساوئ الأخلاق وأن يعني يوفقنا للتحلي بمكارم الأخلاق. أمين. واللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفي المقابل من الظواهر الطيبة التي تكون في هذه الأيام حرص الطلاب على الصلاة في المسجد وقراءة القرآن وكثرة الدعاء، كيف تحلل والله ذلك؟ كما يقال السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نعم. فيعني من جد وجد. نعم. هذه قاعدة، من جد وجد، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالكثير يعني من التلاميذ ربما يعني تجدهم يجتهدون ويسهرون، ولكن يغفلون عن بعض الجوانب، وقد لا يراجعون يعني مراجعة ذكية كما يقول يعني المتخصصون في الشأن التربوي. فالواجب عليهم أن يحسنوا استغلال جميع الوظائف التي وهبها الله عز وجل إليهم. أذكر يعني من هذه الوظائف، أولا الوظيفة النفسية. الوظيفة النفسية المراد بها الثقة بالنفس، أن يكون يعني التلميذ أو المترشح واثقا في نفسه في ذاته، ويعني يكون على يقين بأنه قادر وأن له الشجاعة العلمية والأدبية، وبذلك يدفع هذا الهاجس الخطير الذي هو الارتباك والقلق والإحباط بالثقة بالنفس، يدفع مثل هذه يعني الأمور السلبية. كذلك الوظيفة الاسترجاعية. والوظيفة الاسترجاعية من خلال العصف الذهني، والعصف الذهني كما يقول العلماء هو عملية تجميع الأفكار. هذه الأفكار يعني عندما تفكر في السؤال تقرأه مرات كثيرة، فإنك بذلك تولد الأفكار العالقة في العقل الباطن كما يسميه يعني العلماء التنمية البشرية. فالوظيفة الاسترجاعية من شأنها أن تمكن التلميذ من أن يسترجع جميع الأفكار المتعلقة بهذا السؤال. لماذا؟ لأن فهم السؤال هو نصف الجواب سبحان الله. فيعني فهم السؤال نصف الجواب. أنت بقراءتك للسؤال مرات كثيرة الله عز وجل يفتح عليك، يفتح عليك بالكثير من الأفكار. ويعني أنت الآن ما عليك إلا أن تصطاد هذه الأفكار، وهنا يعني تظهر قيمة المسودة. كثير من التلاميذ للأسف الشديد يعني لا يستعملون المسودة، قد يستغني عنها. نعم. واستعمال المسودة أمر مهم جدا. فالعلم صيد والكتابة قيد، أنت تصطاد الأفكار ثم يعني تقيدها في الورقة. كذلك الوظيفة المنهجية. والوظيفة المنهجية طبعا يعني المنهجية في هذا يعني مستوى راق وعال، ويعني هو يعني أمر مطلوب ومهم في الجامعة أكثر. يعني اللي يمشيون تلاميذ للجامعة فنجد أنه جميع التخصصات وجميع السنوات كلهم يدرسون مادة المنهجية. وهنا في هذا يعني في مثل هذه الامتحانات الوظيفة المنهجية من خلال ماذا؟ من خلال وضع خطة مدروسة. يعني واضحة المعالم، أنت يعني تبين تجمع الأفكار وترتبها ترتيبا منطقيا متسلسلا، يعني من خلاله تشوق القارئ طبعا، وكذلك تظهر له كفاءتك وجدارتك في يعني إيصال المعلومة التي يعني تحصلت عليها سابقا. ما شاء الله. كذلك الوظيفة الأخرى يعني وهذه كذا هي وظيفة مهمة، وهي الوظيفة التحليلية. الوظيفة التحليلية تظهر من خلال قدرة التلميذ على التعبير عن أفكاره بلغة علمية واضحة دقيقة، وكذلك من خلال القدرة على النقد والتعليق، وكذلك استعمال الشواهد
والتمثيل. طبعا الشواهد والتمثيل أمر مهم جدا، الشواهد يعني الأدلة وكذلك التمثيل يعني من خلال إعطاء الأمثلة وبالمثال يزول الإشكال فيتضح المقال. فمثل هذه الوظائف يعني إذا أحسن التلميذ استغلالها فإنه بإذن الله سيوفقه الله عز وجل وسيرضى عن نفسه حتى يعني يكون بإذن الله من المتفوقين بإذن الله إن شاء الله. ومع الأستاذ صغداني، التفوق في شهادة البكالوريا هو بوابة نجاح، كما قد يكون التعثر هو بداية نجاح وانطلاقة جديدة للطالب. نعم، ولهذا الإنسان دائما يسأل الله عز وجل أن يكتب له ما هو خير. نعم، ربما في دعاء الاستخارة تعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم أنه إذا الإنسان احتار بين أمرين أيهما يعمل فاستخير. أنا لا أقول أنه يستخير في البكالوريا لأنه عموم الناس يعلمون أنها بوابة لكل خير بإذن الله عز وجل، ولكن نؤكد على مسألة الدعاء. احنا قلنا نرافق أبناءنا بالدعاء لهم بالنجاح، ولابد أن يخلصوهم لله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يكتب لهم الخير سواء في نجاح أو في عدم نجاح، لأنه هذه في نهاية المطاف هذه الشهادة وغيرها هي تفتح للإنسان أبوابا لدراسات وتخصصات تؤدي بهم إلى عمل وتبو مناصب وما يتبعها من متطلبات الحياة. ونحن نرى ونعايش أنه فيه كثيرين الذين لم يحالفهم الحظ، نعم لم ينجحوا في شهادة البكالوريا وحصلوا علما من جهات أخرى وحصلوا على وظيفة دون وجود شهادة البكالوريا وهم في أعلى المراتب، وربما قد يكونوا حتى أفضل من بعض منهم نالوا شهادة البكالوريا. لا أقول هذا حتى أشجع على عدم النجاح في البكالوريا، ولكن أقول هو باب، وأبواب رزق الله عز وجل مفتوحة على مصاريعها وليس مصراعيها. والإنسان ما عليه إلا أن يخلص في الدعاء لله سبحانه وتعالى، يبذل الأسباب، فإن وفق فذلك توفيق الله تعالى، وإن كان غير ذلك فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الخير ويفتح صفحة أخرى في جهة أخرى في مسار آخر. والله سبحانه وتعالى أرأف وألطف بنا من أنفسنا وأرأف بنا من 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 والدينا، لأن بعض الآباء يشوفها نهاية الدنيا، تسود الدنيا أمامه إذا لم ينجح ابنه أو ابنته في شهادة البكالوريا، وتجده حتى يحصل له اكتئاب أكثر من الابن في حد ذاته للبنت الذي لم ينجح، وقد ينقلون هذا الاكتئاب لأبنائهم ويدخلوا في دوامة. صدقا أستاذنا، نعم. في هذه النقطة من الأبناء من يقيس قبوله داخل الأسرة وداخل المجتمع بنجاحه في شهادة البكالوريا. نعم، وهذه ربما من الأشياء التي ذكرنا من قبل أنها لابد أن لا تكون محل مساومة. محبة الأبناء أو الأباء للأبناء يجب أن لا تكون محل مساومة. إذا نجحت راني نحبك، ما نجحتش ما نحبكش، إذا درت هذاك الشيء نحبك، إذا ما درتش هذاك الشيء. هذا من ربما الأشياء التي تحطم شعور الأبناء بقيمتهم داخل الأسرة، شعورهم بالإطمئنان داخل الأسرة، شعورهم بكونهم لهم علاقة البنوة والأبوة التي تجمع بينهم وبين أبنائهم ليست مبنية على أشياء مادية، إنما هي على أشياء روحية أكثر. إنه الله سبحانه وتعالى شاء أن يولد هذا الولد أو هذه البنت في هذه الأسرة ولديه هذين الوالدين، فهذه لا ترتبط بأشياء مادية وبمقابل وكأنها بيع وشراء. العواطف وربما العلاقات لا تشترى بالمال. وقد قال الله سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في السماوات وما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، بمعنى أنه هذه المسائل وحينما نخصصها داخل الأسرة حتى يكون الإبن يحس بالإطمئنان ويحس بالثقة في شخصه ويكون إنسان بناء في المجتمع، لابد أن تكون علاقاته في أسرته علاقات مستقرة وليست مبنية على مساومات. حتى أنه ربما تحدثنا هذا من قبل خصوصا في السن ما يسمى سن المراهقة، راه ما نجحش في البيوام تلقاه يهرب من البيت وتهرب من البيت، وربما في زمن سابق حينما كان حتى الوزع الديني أقل نجده مدش البكالوريا ينتحر والعياذ بالله أو تنتحر والعياذ بالله. كل هذا هذه كلها من أسباب الدنيا، فالإنسان من حصلها فقد حصل خيرا، ومن لم يحصلها فسيحصل خيرا بإذن الله عز وجل. في ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفرق يقول لك عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. يعني قياس مع الفرق بطبيعة الحال إذا كان أخفق في شهادة البكالوريا فسيفتح الله تعالى له أبوابه،
إذا نجح في شهادة البكالوريا فسيفتح الله تعالى له أبوابا، ودائما الإنسان يدعو الله تعالى أن يكتب له الخير. هذا لابد له يحسن الظن بالله. نعم، لأن الله كما قلت أرأف بنا من أنفسنا، ولن يضيعنا الله عز وجل، ونحن به مستمسكون معتصمون وإليه متوجهون بالدعاء، ونتخذ الأسباب، والله تعالى هو الموفق لكل خير. نعم، بارك الله فيكم أستاذنا. ونصائح ومفاتيح في برنامجنا مفاتيح لكل من يجتازون امتحان شهادة البكالوريا ولأوليائهم. والله ما عسنا أن نقول في هذه يعني النهاية أنه لا حياة لنا إلا بالعلم. لا حياة لنا إلا بالعلم. ولله در الشافعي حينما قال: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، فإنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. شكرا لكم الأستاذ رشيد بقاسم، شكرا لكم الإمام محمد زغداني. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.